مليون مبروك لحضرتك، ضيوفك الكرام، كل جمهورنا دي قاعد في كل مكان. يمكن سامعكم بتتكلموا احيانا عن كابتن احمد عبد الظاهر وتغييراته واحداث الفارق في الشوط الثاني. معانا بقى كابتن احمد عبد الظاهر مدير فني الفريق بنفسه يكلمنا اكتر عن المباراه واحداثها. يعني كابتن احمد، كان البدايه ما كانتش على القدر المتوقع من الفريق، ولكن الشوط الثاني اكتر من تغييرين دفعه واحده في بدايه الشوط، اعتقد عملوا الفارق وشكل الفريق اتغير شكل تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله على الفوز. يمكن المرحلة الثانية دي هيبقى كل الماتشات بالشكل ده، ماتشات صعبة كلها، الفرق كلها قريبة من بعض، الفرق كلها بتستعين باللعيبة من الدرجة الأولى في أنديتها، فبينزلوا بيدعموا، فبيبقوا بيظهروا بمظهر تاني خالص غير اللي بيظهروا بيه قدام أي فرقة تانية. يعني لما بييجوا يلعبوا النادي الأهلي بتلاقيهم مدعمين وجايبين لعيبة من الدرجة الأولى. النهاردة في ثلاثة بيلعبوا مع روتروجيت. مع احترامي طبعا، المفروض ان لعيبه النادي الاهلي تبقى مهما كان الفرقه اللي قصادها او مهما كانوا مدعمين ان هم يبقوا احسن ويظهروا بمظهر احسن. يمكن الشوط الاولاني ما كانش احسن حاجه في الاداء، كانت الدنيا ملخبطه. يعني انا ممكن ارجع ده لان اللعيبه، يعني يمكن 6 لعيبه كانوا في الدرجه الاولى فتره طويله، بقى لهم تقريبا شهر في الدرجه الاولى. يعني دول بيتمرنوا مع الدرجه الاولى والمجموعه الثانيه بتتمرن معايا، فلما جم مع بعض يمكن الانسجام قل شويه عن مكانه ان هم بيتمرنوا على طول مع بعض. يمكن هو ده السبب يعني اللي انا شايفه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني يعني فرقه بتروجيت ظهرت بمظهر كويس، اضطرينا ان احنا نغير الخطه في نص الشوط تقريبا، نعدل بعض اماكن بعض اللعيبه. في الشوط الثاني برضو نزلنا تغييرين، الحمد لله الدنيا اتظبطت في الشوط الثاني وبقى في حماس اكتر ورغبه اكتر، وعشان كده ربنا كرمنا الحمد لله وكل المجهود الولادي يعني بالفوز الحمد لله يعني على كل شيء. المرحله دي كابتن احمد شايفها ازاي، خاصه زي ما احنا اتكلمنا افضل 10 فرق في المسابقه خلاص بيصفوا مع بعض في المرحله الثانيه، وزي ما انت شايف يعني على طول ماتشات دور من دور واحد، ماتشات بره ارضك، ماتشات خارج الارض، يمكن 3 مباريات هنا على ملعبنا في مدينه نصر وكمان 6 مباريات بره، شايف المنافسه ازاي بقى الفتره الجايه؟ زي ما قلت لك المرحلة التانية دي تبقى صعبة جدا، الفرق بتبقى كويسة كلها يعني وكلهم قريبين من بعض، حتى في البونت مش هتلاقي فرق كبير قوي بين الأول وبين العاشر، مش هتلاقي فرق كبير يعني. ده بيرجع ان الفرق كلها يعني بتدعم نفسها وبتنزل زي ما بقول لك من الدرجة الأولى، وخصوصا في ماتشات الأهلي، فاحنا ماتشاتنا كلها بتبقى صعبة. يعني مع احترامي لبقية الفرق، اتفرج مثلا على فرقة بتروجيت بتلعب فرقه تانية، مش هتلاقي الاهتمام ومش هتلاقي القوه ومش هتلاقي الحماس اللي بيلعبوا بيه قدام النادي الاهلي، وده اللي بيصعب مأموريتنا يعني اللي بيصعب ماتشاتنا كلها. ماتشاتنا كلها بتبقى زي ما انت شايف حماس وقوه وجري ورغبه من الفرقتين، على عكس ماتشات كتير بتتلعب في بقيه الفرق يعني. لكن احنا طبعا مستعدين الحمد لله وواخدين الامور بجديه. يمكن ده ياثر شويه على الاداء، ان النتيجه هي اللي مطلوبه، يعني مفيش فرصه ان انت تعوض في ماتشات تانية. يعني خلاص البونت دلوقتي محسوب، فبيغلب شويه على الاداء ان انت الرغبه في الفوز، فده ياثر شويه على الاداء. لكن الحمد لله في الاول وفي الاخر احنا بنحاول نعمل اللي علينا، والولاد يظهروا بمظهر كويس، والنتيجه برضو دي اهم حاجه يعني الحمد لله. كابتن احمد بنتمنى لكم التوفيق في اللي جاي، وتحيات كابتن اسامه حسني، كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت ليك، وكمان بيبارك لك على الفوز النهارده. تحياتي ليهم وربنا يبارك فيهم ويخليهم يا رب. شكرا.